السلام عليكم. ان شاء الله شوف الخير. بس صناعة بالعيش تربعة بالدواس القلوية كثير سألها. حطيت انا خريطة، حطيت عليها سؤال شنو هي الخريطة. طبعا الخريطة دي هي تقسيم الأراضي في الكرة الأرضية بين الأراضي القلوية وبين الأراضي الحامضية وما بينها، وكل لون ماخذ جزء. طبعا شبه الجزيرة العربية الغالب عليها الأرض قلوية. إيش معنى القلوية؟ يكون فيها نسبة الصوديوم عالية. طيب هذا إيش بيسوي؟ خل أحاول أبسطها لكم. في بعض المأكولات عندنا إحنا يقول لك لا تأكل هالعلم، يقول لا تأكل الأكل الفلاني والأكل الفلانية. ليش؟ أو لا تأكل مثلا إذا كانت هالشغلة لا تشرب وراها الشغلة الفلانية. ليش؟ قال لك الجسم ما يقدر يمتصه، ما يقدر يمتص العناصر الغذائية، يصير فيها مثل التعارض. لا أكلت أكلة عقبها مثلا بساعة اشرب الشغلة أو كذا، لا تلاحقها في الأكل. هذا اللي يصير عندنا في التربة. كل ما زادت البي اتش أصبح امتصاص بعض العناصر مشكل. فمو كل زرع يصلح في الأرض القلوية، ودائما تنزل القلوية في التربة. في درس أنا تكلمت فيه إنه فحص التربة هو أساس الزراعة. فكنت أتصفح بعد شيء بشيء أذكر إنه مثلا الأرض القلوية يجود فيها السعد، يجود فيها السعد. كل ما ارتفعت القلوية السعد يجود فيها. فهذا يعطيك مؤشر أيضا عن مدى قلوية التربة مثل ما كانوا قبل. ما شاء الله مثل ما كانوا قبل أجدادنا. اللي بيشتري مزرعة ما تعرف الزراعة فتجيب فلاح، الفلاح أول ما يطالع شجر اللومي، لا طالع شجرة اللومي بيان له شلون الأرض جميلة اللومية، لأني حساس للملوحة. فهو يطالع شجرة اللومي عارف مايها حلو مزرعة ولا لا. نفس الشيء السعد في بعض الأماكن. فالقلوية التربة يجود فيها السعد. فدائما في الزراعة تلقى استخدم بعض المخصبات عشان ينزل البي اتش إلى مستوى معقول ومقبول. بعض المحاصيل مستحيل أنها تمشي مثلا في القلوية. بعض الأشجار مستحيل، هي سبحان الله تحتاج نوعيات من الأغذية ما تقدر، بوجود الصوديوم العالي وغيره ما تقدر تأخذها، فما يوفي وياها العيش في هالأرض القلوية. فدائما معالجاتنا لننزل قلوية التربة، وما استخدم أي حاجة ترفع من القلوية. ما بحاجة ترفع من القلوية، لا أبي أنزل القلوية. شنو هي الحاجات اللي ترفع القلوية من الممارسات الخاطئة؟ ترقبونا قريبا. 50 يوم الحصاد، حصاد العيش الحساوي، الرز الأحمر، الرز الحساوي. الله يبارك لكم تعالى. الجميل أجواء بديعة جدا، وتمشي تكرمون حافي في وسط الضواحي، الطاقة السلبية كلها تطلع. أجواء حلوة طلعوا، أحد يجلس. طلعت الفجرية ذي ما تعوض ما شاء الله. طبعا العلم موجود، أصبحت المعلومة سهلة مو مثل قبل. سألت القلوية مثلا ابحث وقرأ شؤون القلوية، تقسيمات الأرض القلوية. أيوة. فلازم تكون ممارساتي الزراعية تعتمد على أرضي شنو هي، شنو اللي تحتاج من ممارسات زراعية. أعطيكم مثلا هالمزرعة، هذا المزارع شق المصرف في هالناحية هذه، ليش ما شقه هنا؟ زين شوف، لاحظ هنا نزول الأرض، هنا ارتفاع، فالمصرف
يبي في منطقة نازلة فجالس يمارس على اللي تحتاج أرضه. شو اللي تحتاج أرضه قاعد يسوي؟ زرع يشيل اللي يحتاج. هذه الضاحية بتسميدها تختلف عن هذه الضاحية مثلاً واللي بعدها. هذه مزروعة 3 سنوات، هذه مزروعة سنة، تسميدها كلها يختلف. اتنغص لك مر البيت خذ نغصة. يوه الله كوكيز. خل أعطيك رقم. إيش تقول فيها؟ بشتريها بثمان 28 من عندك. 28 ايش؟ 28 ريال. ولا تعطيني ارض في المبركي ساحتها 600 ما اعطيتك اياها. جايع انا.